أبدأ معكم بمسألة الذبيح إذا أمكن أن نحصل على خلفية تاريخية لإبراهيم وبنيه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن خليل الله إبراهيم هو أحد أولي العزم من الرسل عند جمهور العلماء، وهو عليه السلام معظم مبجل في الملل كلها عند أهل الكتابين اليهود والنصارى وعند المسلمين. والله عز وجل قال لنبيه: ملة أبيكم إبراهيم. وهو عليه السلام يقول النبي عنه، نبينا يقول عنه: في مقام يرغب إلي فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم. وهذا يدل على أنه أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه هو أول من يكسى من الخلائق يوم القيامة، ولا يكسى أحد والناس يخرجون من المحشر عراه قبل خليل الله إبراهيم عليه السلام. وسيأتي إن شاء الله في لقاءات قادمة لما هذه المنحة الإلهية له.